معاني السعادة، ألتقي بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، نعرض لكم ما خبأناه من حكايات وقضايا وشخصيات لها بصمتها في الإبداع، فأهلاً ومرحباً بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة المشهد الثقافي في لحج، واقع مغيب في حاضر منسي، مراكز محو الأمية، إرادة الإنسان وخلود الإرث والهوية، صالح شنبور شاب غيرت الحرب مسار حياته. نبقى الآن مشاهدينا مع جولة إخبارية سريعة، نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والأخبار التي حدثت خلال الأسبوع. أشهرت في العاصمة المؤقتة عدن شبكة للمبادرات الشبابية العاملة في مجال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. الشبكة تضم 45 مبادرة شبابية وتهدف كما يقول القائمون عليها إلى توحيد الجهود والطاقات الشبابية في مدينة عدن للإسهام في تنفيذ مشاريع تحسينية وتطويرية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية. نفذت السلطة المحلية في مديرية البريقة بمدينة عدن حملة رقابة على الأفران والمخابز غير الملتزمة بأوزان وأسعار البيع المعلنة رسميا، ولم تشهد أسعار الرغيف والروتي انخفاضا منذ تراجع صرف العملات الأجنبية أمام الريال في نوفمبر الماضي. ولوح أمين عام المجلس المحلي في البريقة وليد الحاج بإجراءات عقابية ضد الأفران والمخابز المخالفة لأوزان وأسعار بيع الروتي التي حددها مكتب الصناعة والتجارة ب 350 ريالا للكيلوغرام الواحد بعدد 17 قرصا وبسعر 20 ريالا للقرص. تعاني الثقافة في لحج من تراجع وتهميش على الرغم من أنها كانت في وقت سابق رائدة في جميع المجالات الثقافية. لطالما مثلت محافظة لحج واجهة ثقافية ارتبط جوهرها بالفن والشعر والأدب منذ عهد القومندان الذي أثر المشهد الثقافي بالمعنى والمغنى الجميل، إلا أن ساحاتها اليوم تبدو خالية من مضامين الحياة الثقافية. إدارة عام إدارة الثقافة مش موجود معانا، عزم إداري معانا مسرح بس. الإدارة الكون الآن معناتها تعرفوا كيف الحال، أنتوا البلاد كيف بلد وناس معناتها داخل الإدارة بسبب الركود، بسبب انشغال الحكومة وهذا بأمور أخرى، خلى الجانب الثقافي شبه معدم سواء كان في لاحق في المحافظة المحررة بشكل عام. واقع الثقافة في لاحج كغيره من المجالات المغيبة عن الحياة العامة نظرا لانعدام البيئة الحاضنة والافتقار للمقومات الأساسية التي تستقيم عليها دعائم العمل الثقافي. والرواتب ضئيلة، حقنا رواتب العمال ضئيلة بشكل فظيع. الثقافة تعاني من صعوبات الرواتب، الأقل أقل واحد يلاقي من أقل 50,000، ومعانا عمال الآن يعانوا من صعوبات في بيوتهم تعابة. نرقب للسلطة ووزارة الثقافة أن تنظر للناس العمال صباحوا الآن داخل بيوت ما حد داريهم، مهمشين معناته داخل بيوتهم. الوضع السائد في البلد ترك أثره على مستوى الوعي المجتمعي وتلاشى معه دور المؤسسات الثقافية، ما أحدث إخلالاً في منظومة القيم في وقت تتنامى فيه الظواهر المهددة للأمن والسلم المجتمعي. لحق غنية بتراث، غنية بطرب، إلا حتى تقريباً قبل فترة كانت في مناسبة أو فعالية كانت عبر الوزارة، يعني تعد من بعد فترة التحرير كامل تعد هي الفعالية الوحيدة اللي أقيمت. الثقافة قادر يقدم كل حاجة، يشتي الدعم من وزارة الثقافة، الدعم مش مطلوب، أما الثقافة في معاه كوادر قادر يقدم كل حاجة، مسرحي، رقص، فنون، قادرين يقدموا أي حاجة بس يشتوا الدعم. عملية إصلاح المجتمعات ورفع معدلات الإنتاج التنموي في الأوطان تبقى مرهونة بتعافي النشاط الثقافي الذي يمر اليوم بأصعب مراحل الانتكاس دون وجود معالجات شاملة.
نرحب بالاستاذ احمد فضل ناصر مدير عام مكتب الثقافه في محافظه لحج. اهلا ومرحبا بك اليوم معنا استاذ في هذا اللقاء، نناقش وضع مكتب الثقافه في لحج. بدايه، ما هي المهام التي يؤديها مكتب الثقافه في محافظه لحج؟ طبعا في البدايه يسعدني ان اشكركم على هذا اللقاء وحضوركم الى محافظه لحج، وبالذات الى مكتب الثقافه في المحافظه، لتلمس هموم ومشاكل مكتب الثقافة ومبدعي الثقافة بالمحافظة، وأيضا المبدعين والفنانين بالمحافظة بشكل عموم. طبعا الوضع في الثقافة كان وضع مزري، ولكن منذ أن تحملنا قيادة المكتب وقيادة الحركة الفنية بالثقافة أيضا، بدأنا نحرك عجلة النشاط بمساعدة الخيرين من أبناء الوطن، وعلى رأسهم المحافظ الأخ اللواء أحمد عبد الله التركي، الذي لم يعلو جهدا في دعمنا ومساندتنا في إعادة هذا النشاط. وأيضا نقدم شكرنا الجزيل لمعالي الوزير الأستاذ مروان دماج، الذي أيضا لم يتردد أيضا في وضع بعض البصمات معنا، ورغم أننا بحاجة إلى الكثير من الاهتمام من قبل وزارة الثقافة ومن قبل السلطة المحلية. المشاكل والهموم كثيرة سنتطرق إليها طبعاً. اليوم كيف تقيمون عمل وعطاء مكتب الثقافة في لحج، خاصة بعد حرب التحرير 2015؟ بالنسبة للعمل وعطاء مكتب الثقافة بمحافظة لحج بعد حرب التحرير 2015، طبعاً هذه الأيام طبعاً في العام 2019، بداية 2019 تكاد تكون بادرة طيبة وبشرة سارة للمبدعين، بأننا بدأنا نتحرك بفعالية وتيرة أكبر في النشاط الفني وعلى كافة الأصعدة والمجالات الفنية، في المسرح وفي الغناء والموسيقى وفي الرقص، وأيضاً معرض الفنون التشكيلية من خلال الفعالية التي أقامتها مدارس الحبيل والفاروق والأبوجة والردفان، احتضنها مكتب الثقافة طبعاً، احتضن هذه الفعالية، كما احتضن فعاليات سابقة كثيرة في العام 2018 بدأت حركة النشاط الفني تتحرك بشكل أفضل، ونحن الآن في بداية عام 2019 نبشر بأن الحركة بدأت بشكل أطيب وأفضل من عام 2018 من الأعوام التي سبقت، وأنتم قد أخذتم لقطات من القاعة وأيضاً من معرض الفنون التشكيلية. هذا الفن الذي كان غايب إلى وقت قريب عن محافظة لحج، فن تاريخي وفن عريق الفنون التشكيلية. طبعاً المسرح بدأ يتحرك، كان الفن الرائد عندنا في الأعوام السابقة هو المنتشر أو السائد، موجود عبر الإعلام وعبر الوسط الفني والاجتماعي، الموسيقى والغناء، يعني المسرح كان مغيب، الفنون التشكيلية مغيبة، الرقص طبعاً لحج معروفة برقصها، حاجة بديهية بأن يرقص الناس في الأعراس والمخادر والاحتفالات، وفي عندنا فرقة رقص شكلت وقدمت العديد من الرقصات بإيقاعاتها وتشكيلاتها مسمياتها المختلفة، وقدمت في العرس الجماعي الذي تبناها التحالف والسلطة المحلية وأيضاً بمعية وزارة الثقافة، ونحن نفذناه، وإن كنا قد ظلمنا في المستحقات وظلم مبدعينا من عناصرنا، ولكن الهدف كان هو تحريك عجلة النشاط والبداية، يعني وكما يقول لك بداية الألف ميل خطوة. نحن بدأنا في ظروف صعبة غاية في الصعوبة، يعني عندنا مثلاً ما هي هذه الظروف الصعبة يعني المعوقات؟ المكتب وأقسام المكتب ودوائر المكتب لا زالت بعيد الساكنين، يعني معظمها لدينا ثلاثة من المكاتب فاضية وقاعة المسرح اللي احنا ننفذ عملنا منها بطريقة أو بأخرى، ولكن الإدارة بشكل عام تكاد تكون 80% أو 70% من الإدارة لا زالت بعيد الساكنين. هذه معضلة نأمل من السلطة المحلية والوزارة ومجلس الوزراء أن يحلوا لنا هذه المعضلة ويعملوا على مخارج للحلول، أن لا زالوا الساكنين يطالبوا بتعويض، في بعضهم متضررين والبعض الآخر غير متضررين، وفي لجان اشتغلت
ولكن نحن قدمنا مذكرات الأخ اللواء المحافظ أحمد عبد الله التركي والأمن، والموضوع بيد السلطة المحلية بيد الأمن. نأمل أن تحل هذه المعضلة في وقت قريب حتى نتمكن من أداء عملنا بشكل أطيب بشكل أفضل، ونأمل أيضاً ونرجو من كافة وسائل الإعلام أن تنزل باستمرار إلينا لتلمس همومنا وتغطية نشاطاتنا الفنية بشكل أوسع. طبعاً لاحق قنيع عن التعريف بفنونها ومبدعها. بعطي لك مقولة شعبية جداً، يعني لو قلت في لحق يا حمال مش بتحصل، لما لو قلت يا فنان يا راقص يا مسرحي بيجوك بالمئات. طبعاً هذه الميزة فينا أبناء لحق، فنان لحق السلا، لحق الطرب، لحق الفن، لحق الإبداع، لحق الزراعة، لحق التربية والتعليم، لحق كل شيء. نعمل من السلطة المحلية وهي لم تقصر أن تكثف من جهودها لكل مجالات الإبداع، وبالذات المجال الفني والإبداعي، لأنه هو الوجه الحضاري للمحافظة وللوطن. ماذا قدم مكتب الثقافة للأدباء والمثقفين في لحج؟ طبعاً أنا قلت لك بأني تحملت دفة القيادة لمكتب الثقافة قبل عامين، يعني أقل من عامين، يعني عام وثمان أشهر. كان المبدعين حالهم صعب جداً، ولا زالت بعض أحوال الناس صعبة جداً. في منهم المرضى، في منهم المتوفين أشارهم بحاجة إلى دعم، وفي حال موظفين يعني رواتبهم الدنيا. طبعاً هذه مشكلة لم تأتي عن قريب، مشكلة مرحلة لنا من التسعينات. من التسعينات كان مفروض أن تقدم هيكلة لفناني ومبدعي وموظفي مكتب الثقافة، وأن تعالج هذه المسألة سوى تم ببقية دوائر مكاتب الثقافة في عموم الجمهورية. أيضاً الصعوبات الأخرى هي نقص المعدات الموسيقية والمخصص والميزانية لنا كإدارة لتشغيل الأقسام والدوائر. حدثنا أكثر عن الميزانية التشغيلية المرصودة لمكتب الثقافة في محافظة لحج. الميزانية التشغيلية المرصودة ميزانية ضئيلة جداً، أخجل بأني أقدم لك الرقم كم هي ميزانية المدير العام، ميزانية دوائر الفنون والمسرح والرقص والفنون التشكيلية وأقسامها، يعني أقل من 40,000 أو 40,000. كان قبل الحرب 600,000 أو أكثر. أنا أعطيتش بالرقم يعني بعيداً عن الحساب في الجانب المالي. نأمل أن يتم الاهتمام من قبل الحكومة والوزارة والسلطة بالميزانية والمخصص حتى نبدأ نشتغل شغل صح وننظم عملنا ونخطط. أنا قدمت خطة عمل بدون ميزانية، لأني عارف إن الوزارة بتقول لك ما في عندنا إمكانيات، السلطة المحلية بتقول لك برضه إمكانيات شحيحة، كل ينعكس على أدائنا وأداء أقسامنا. هذه أهم صعوباتنا. أيضاً في عندنا صعوبة أو مشكلة مهمة جداً، اللي هي مشكلة صندوق التنمية النشئ والتنمية الثقافية في وزارة الثقافة، اللي بدأت أنا من أيامي، والعفو من كلمة أنا، أني أفعل هذا الجانب من محافظة لحج. طبعاً قد طرق هذا الموضوع في عام منذ 97 وكنت مدير الفنون أنا، وكان في أسماء محددة جداً لمستفيدين من الصندوق، اللي هم مثلاً الرواد مثال المرحوم حسن عطاء، فيصل علوي، عبد الله السبيت، ويكاد يكون فضل محمد اللحي، ولا وأيضاً فضل ميزر وسعود أحمد صالح. لكن عندما استلمتنا الإدارة تواصلت بالوزارة وبدأنا بإدراج بعض الأسماء من الفنانين والمبدعين المستحقين، والوزير لم يقصر معنا، ولكن بحاجة إلى أن ندري أسماء مستحقين آخرين، لأن العدد كثير أيضاً وكل معظمهم مستحقين مبدعين في لحج أسوة بمحافظة عدن. نحن نستلم هنا العدد للمستفيدين من الصندوق يكاد يكون 20 أو 21، لكن محافظة عدن عندما نفحص كم المستفيدين بتلاحظي أنهم أكثر من 300 شخص، وصنعاء أيضاً وتعز وحضرموت وأبيان، في الوقت نفسه اللي لحج تمثل ثراء في الجانب الفني، وتاريخ لحج وفي الجانب هذا قنع عن التعريف. نأمل من الوزارة أن
تهتم أكثر. في رأيكم لماذا هذا التهميش لمحافظة لحج؟ هل هو تهميش متعمد؟ لا أنا بشير خير بالمعالي الوزير الأستاذ مروان دماغ، طبعاً هو من الوزراء الأخيرين للوزارة الثقافة وقيادة وزارة الثقافة، لم يقصر والرجل بدأ يهتم بنا ويهتم وعلى تواصل بي أنا ويتلمس بنا، لكن كم بيكون الواحد؟ نأمل المزيد من الاهتمام. نحن التهميش الأكثر الأكثر اللي لامسنا وأثر على نشاطنا الفني أيضا المشاركات الخارجية في المهرجانات، نلاحظ أن فرقة عدن تأخذ نصيب الأسد في المشاركات في الوقت نفسه، لتقدم فنون لحج، رقصات لحجية، أغاني لحجية وغيرها، وفي الوقت نفسه لأبناء لحج من الفنانين المبدعين الأصيلين اللي ممكن يقدم الأغنية ويقدم الرقصة بأصالتها، مركونين محبطين. طيب ليه ما يتم الاستعانة يعني يقولوا قحاء أو لا بلحم ثورة، يعني هو الممثل هو اللي بيقدم الأغنية اللحجية والرقصة اللحجية، لكن التهميش طالنا منذ زمن مش من الآن، من زمن سابق من عدة سنوات سابقة في هذا الجانب، وتعاقب الوزراء وقدمنا شكاوي وكتبنا في الصحف والمواقع ولم تتم الاستجابة. الأستاذ مروان دماغ طبعاً بدأ يتجاوب معنا ونحن بالانتظار طبعاً، لا نظلم أخواننا من فناني فرقة عدن، طبعاً عدن تعتبر ثغر الوطن الباسم، ولكن فيها مبدعين فيها لون فيها فنانين أصيلين، ولكن للحج مبدعيها يجب أن يكون نصيب. نحن نصيبنا صفر، يمكن كان في أذكر في 2004 في رحلة واحدة حصلنا عليها مشاركة خارجية، وهي إلى حد الآن لم تتم أي مشاركات خارجية وتطاح الفرص أسابيع ثقافية في الخارج، فرقة عدن وفناني عدن، مشاركات مهرجانات فرق الرقص فرقة عدن وفرق أخرى فرق حضرموت وأبيان يمكن نالت حصتها، لكن لحد نحن نقول يتامى، يعني ما حصلنا شيء في هذا الجانب. طبعاً لما تعطيه تهتم بالفنان يبدع أكثر، في عندنا فنانين أعلام ورواد لا زالوا على قيد الحياة لم يهتم الاهتمام بهم، أمثال الفنان سعودي حمص صالح، لول نصيب، وعلي قعبل عليون وغيرهم من المبدعين، أحمد محسن عبد الله شلن وعبد السالم سيلان، هذولا من النجوم من الرواد والنجوم، وفي موهوبين أيضا من الشباب وموهوبات من العنصر النسائي لم تتم لم يتم الاهتمام بهم منذ زمن سابق. أنا الآن أحاول أبحث في الموضوع هذا وتواصل بالسلطة المحلية والوزير وهنا نحاول نفعل بعض الشيء، وبدأنا ونقول الحمد لله، ولكن بحاجة إلى اهتمام واستجابة أكثر، يعني لأن اللحق هي لحق. كيف أثرت الحرب على مبنى وكذلك على مكتب ثقافة في محافظة لحج؟ الحرب إحنا كنا نازحين، ولو أننا كنا نازحين هي طالت معظم المباني، من ضمن هذه المباني مبنى مكتب الثقافة طبعاً، وأرجو أن تأخذوا لقطات عن الأضرار اللي تعرض لها مكتب الثقافة من جراء الحرب الهمجية التي قاموا بها القوات الحوثية وغيرها. أثرت الحرب علينا تأثير مباشر من خلال المنازل اللي تهدمت في محافظة، والساكنين في هذه المنازل لم يجدوا ملجأ غير المرافق الحكومية، من ضمن هذه المرافق المرفق الحيوي والإبداعي اللي هو مرفقنا مرفق مكتب الثقافة اللي يعتبر واجهة المحافظة. لاحظي أن لماذا لم يتم تعويضهم وإخراجهم إلى أماكن أخرى سوى تم بقية المحافظات؟ على سبيل المثال تم إخلاء كل النازحين من المؤسسات والهيئات الحكومية في محافظة عدن، لماذا لم يطبق الأمر نفسه على محافظة لحج؟ هذا سؤال يوجه للسلطة والأمن. طالما الموضوع مطروح على الطاولة بإمكان السلطة المحلية أن تتواصل بالوزارة أو برئاسة الوزراء بالدولة وتعويض الناس. دوركم أنتم، هل قدمتم مثلا شكاوي؟ قدمنا مذكراتنا وقدمنا شكاوينا وقدمنا كل ما لدينا، وأعلمنا السلطة المحلية حتى بكشف عن الناس الساكنين اللي عندنا، والسلطة المحلية شكلت لجنة من مدير المديرية وغيره في معالجة هذا الأمر ورفع من هم متضرر ومن هو غير متضرر، يعني معالجة هذا الموضوع.
والموضوع مطروح في طاولة السلطة المحلية. أستاذ أحمد، هل ربما نشهد مشهداً ثقافياً جديداً ويعني متطور وعودة لحج مرة أخرى إلى الواجهة الثقافية في الآونة القريبة؟ طبعاً أنا أتمنى أن يتفعل الإعلام بشكل أفضل، وأن يدخل إعلام الوطن إلى كل بيت، وتكون الكاميرا موجودة باستمرار في مكتب الثقافة. لاحظ إن إحنا قدمنا فعاليات كثيرة في السنة اللي فاتت، يعني أنا لو قد رويتش لو أوريك صورة من التقرير يعني موجود تقرير حقيقي يعني بتذهل يعني عن حجم الفعاليات اللي قدمت، وإن لم يتبنى معظمها مكتب الثقافة وبعضها مكتب الثقافة، لكن في حركة إبداعية وفي نشاط، وكان قيام الإعلام والكاميرا والإذاعة موجود، يعني ما فيش كان إعلام بشكل يعني فعال، لكن مع وجود الأخ سعدان على دفة الإعلام ووجودكم أيضا بدأ التواصل، ولا ننكر دور قناة عدن ودور قناة اليمن ودور بعض القنوات المحلية لكن بحاجة إلى جهد أكبر، لأن الإعلام هو الهمزة المهمة بين المستمع والمشاهد والمبدع والمرفق هذا وهذاك المرفق. طبعا نحن في حدث قادم ستشهد محافظة لاحق، مثل ما تحدثت أو سألتي، هو مهرجان القمندان. الكل بانتظار هذا الحدث الفني التاريخي الإبداعي الذي تميزت به محافظة لاحق منذ عام 1988، وكان مهرجان القمندان الأول وأخذ رواج وصدى على مستوى الساحة العربية. وأيضا لدينا عدة أعمال أخرى، منها تقديم أبريت حب الوطن وأبريتات أخرى، وإحياء الموروث في الرقص والغناء والإبداع وتفعيله من هذا الجانب، بس كل هذا بحاجة إلى مخصص، إلى مخصصات، وأيضا إلى جانب إعلام. هذا نحن منتظر أن يفرج عن مهرجان القمندان، وستشهد الساحة حدث فني إبداعي جميل من محافظة لحج، من قلب هذا المرفق الإبداعي اللي هو مكتب الثقافة وقاعة مسرح الثقافة وملعب الشهيد معاوية وشارع آل محسن. لحق فن، لحق طرب، لحق سرع، لحق رواية، لحق الحسيني، الكل سيتوجه إلى لحق، والكل سيتواصل مع لحق وسيستمتع بفنون وإبداعات لحق وأبناء لحق المبدعين. طبعاً أستاذ أحمد، ختام الرسالة تقدمونها من خلال هذا اللقاء. والله رسالة أعتقد وردت في ملخص من حديثي، رسالة أوجهها إلى الحكومة والسلطة المحلية والوزارة بأن تنظر بعين المسؤولية إلى المبدعين في محافظة لحج وتهتم بهم، وبالذات الشباب والشابات. وايضا انا اشكر زميلي الدكتور محمد سعيد الزعوري الذي مدير عام التربيه الذي تواصل بي، وبدانا نفعل العمل الفني والابداعي من التربيه كي نكتشف المواهب، ولدينا ايضا مسابقه المواهب من الطلاب الان لاختيار المنشد الصغير. طبعا انا رئيس اللجنه الفنيه في الجانب الفني بمعيه مدير عام التربيه وبرعايه الاخ اللواء أحمد عبد الله التركي محافظ محافظة لحج. طبعاً نحن في تقدم في هذا الجانب، ولكن نأمل المزيد من الاهتمام وإعطائنا شيء من الاهتمام في الجانب المالي، لأن أحوال الناس لا تسمح أن يشتغلوا حالهم صعب جداً. هذه الرسالة، ورسالة إلى أخواننا الفنانين أيضاً والمبدعين في كل مجالات الفنون والإبداع بأن يتركوا الإحباط. نحن بدأنا نشتغل من الصفر، ونعتبر أن المادة جانب صناعي. أول نبدأ نشتغل، أقول أنه لا يمكن أن نشتغل إلا وبطني مليان، لا، هو حقك بيجيك طالما أنت تشتغل وتبدع والناس تشاهد عملك. وأقول أيضاً أترحم على مبدعين من الفنانين الذين رحلوا، وأتمنى الشفاء العاجل لفنانينا أمثال الأستاذة المسرحية الغديرة لور نصيب، الذي أتمنى من الأخ الوزير أن يهتم بها ويهتم بالأستاذ الشاعر عبد الله البقعي صاحب
أغنية حجة الغايب معاه وتعبنا والتعب راح، هذا شاعر لحدي، وكل المبدعين الذي لا تحضرني أسماءهم، من ضمنهم العازفين أيضا عبد الله حسن إبراهيم وغيرهم. وأن اهتموا أيضا تهتم السلطة المحلية والوزارة بمنزل الموسيقار الراحل محمد سعد الصنعاني، وعمل يعني مخارج له بأن يكون متحف تراث للمقتنيات والمحتويات للمبدعين، وأيضا منزل ومحتويات الفنان الراحل فيصل علوي أيضا الذي نحن قادمين أيضا على ذكرى رحيل 11 في 7 فبراير 2019. طبعا هذا حدث استشهاد المحافظة، ان تمكنت السلطة المحلية والوزارة مساعدتنا في تقديم المخصص المهم لإحياء هذه الذكرى بتقديم العديد من روائع الفنان فيصل علوي وبصماته ولمساته في هذا المجال. الأستاذ أحمد فضل ناصر، مدير عام مكتب الثقافة في محافظة لحج، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. في تحدي للجهل وانتصار عليه بالعلم والمعرفة وأحياء التراث، نقشت أنامل نسوة وأمهات لوحات إبداعية وتراثية في مراكز محو الأمية، حكايتنا لهذه الحلقة. لوحة إبداعية نقشتها أنامل أمهات تحررن مؤخراً من قيود الجهل والأمية في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة. مشغولات يدوية تمتزج فيها أصالة التراث بلون الحداثة في المعرض الإنتاجي السنوي الأول لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار الذي احتضنته عدن لأول مرة في تاريخ الجهاز منذ تأسيسه قبل عقود. جسد المعرض أحد مظاهر الاحتفاء بالذكرى 53 لليوم العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار الذي يصادف 8 يناير سنويا، وحمل رسالة مفادها أن اليمن يستعيد عافيته رغم الظروف الصعبة والإمكانيات المتواضعة. لم تلغيها تقنية العصر، حضرت في المعرض تصاميم وأشكال متعددة لمشغولات يدوية وصناعات حرفية تخص المهارات الحياتية للإنسان اليمني المحتفظ بعاداته وتقاليده، مجودا فيها لمسات إبداعية أصبغت على المنتج المحلي رونقا وجمالا. عدن مع شبوة وأبين وحضرموت والمهرة أنواعا مختلفة من الصناعات المحلية وألوانا متنوعة من الإرث الشعبي في المأكل والملبس والحرف اليدوية والمهنية ومستحضرات التجميل والعطور والبخور، راسمة ملامح مجتمع متنوع الثقافات موحد الهوية. المنتج المحلي أظهر المعرض نموذجا من الفلكلور والرقص الشعبي الذي أعاد إلى الأذهان ذاكرة التراث اليمني ك
هوية خالدة لا تموت. لا تفارق الذاكرة، تبقى مشغولات هؤلاء النسوة التي قيل عنهن أميات، تبرهن مقدرتهن على العطاء رغم قسوة الواقع الذي لم يكن يوما مانعا لإرادة إنسان ولا طاويا لخلود إرثه. شاب موهوب يحمل في أحلامه وطموحاته مستقبلاً إعلامياً واعداً، ويرى بأن الإعلام ساحة حقوقية واسعة. إنه صالح شندور، وجه المدينة لهذه الحلقة. في إحدى قرى منطقة يافع ولد وترعرع صالح شندور، وفي مناطق أخرى من المديرية تلقى تعليمه الأساسي والثانوي، مدفوعاً بحب وحنان أسري كان دافعه نحو النجاح والمستقبل المنشود. منذ ولدت في قريتي الصغيرة في يافع، مديرية رصد، قرية ضبة، هناك نشأت إلى إن كان عمري 8 سنوات. بعدها انتقلت إلى منطقة خوالي يعني العمري، هناك درست 3 سنوات. يعني قريتي كانت نائية جدا حتى في التعليم، البيئة المحيطة بي كانت عائق من عوائق إن الوالدة لا تريدها أن تكون أمامي، فأخذتني إلى قرية خوالي. هناك عشت إلى أن صرت في الصف 9 تقريبا. أثرت الحرب في مسار حياة شندور كثيراً ورسمت ملامح مستقبله المهني، حينما فضل الإعلام على الحقوق دراسة ومهنة، إيماناً منه بأن الإعلام رسالة حقوقية سامية. كانت الحرب هي المفرق الأساسي في حياتي، هي اللي غيرت مجريات الحياة، أولوياتي أيضاً في الحياة. كنت قبل الحرب أفكر أن أدرس في كلية الحقوق، لكن مع الحرب عندما شاركنا في جبهة بلة كنت أقوم في الإعلانات، في الانتشار في المساجد لجمع التبرعات، جمع الكعك والخبز للمقاتلين في الجبهة. هنا عرفت بأن مكاني مش في الحقوق، وأن الإعلام رسالة حقوقية أكبر من الرسالة الحقوقية اللي ممكن أنا أمثلها داخل محكمة. الإعلام محكمة حقوقية كبيرة في العالم. بعد أن زرعت ميليشيات الحوثي حقولاً من الألغام تحصل بها أرواح الأبرياء. الطريق لا يزال طويلاً أمام الإعلامي شندور، الذي بدأ عمله في الساحل الغربي بدافع إنساني كما يقول، محاولاً التغلب على جميع العقبات وفي المقدمة منها البيئة المحيطة. الآن بدأت في جبهة الساحل الغربي في المركز الإعلامي لألوية العمالقة، هناك الآن أعمل كإعلامي فيه. نعمل في تغطية بعض المعارك، تغطية الأعمال الإنسانية. أكبر صعوبة أراها تواجهني وواجهتني هي البيئة المحيطة بي. لما تكون أنت في بيئة يعني ربما غير متناسقة مع أهدافك، أفكارك، طموحاتك، أفكارهم ما زالت يعني في الحضيض يمكن أن نقول. مثلاً عندما كنت في الثانوية كنت أريد بعد الحرب أريد أن أدخل إعلام، فالكل يستغرب، خصوصاً في قريتنا في يافع لديهم 3 تخصصات فقط: طب، هندسة، محاسبة. هذا هو الإنسان الذكي. فأكبر عائق كان أمامي هو
هو هذا. لم يلمس صالح شندور خلال ممارسته ودراسته للإعلام القدوة الصحفية، فالمجال الإعلامي كما قال بحاجة إلى الاحترافية أكثر والمواءمة بين الواجب الإعلامي والمسؤولية الإعلامية التي يعرفها بأنها نشر السلام والحقيقة المجردة. إلى الآن لم أجد يعني صحافة مرموقة في اليمن محلياً ترتقي بأن تكون قدوة لنا نحن كإعلاميين في بداية الحياة. كنت أتوقع عند دخولي كلية الآداب بأن أجد مثلاً صحفيين كبار نقتدي بهم ونتعلم منهم، لكنني عندما بدأت في الدراسة استغربت، يعني لم أجد مثلاً كلية تليق بالطالب الذي سيدخلها، لم أجد وسيلة إعلامية تليق بأن تكون قدوة لهذا الطالب حتى يحتذي حذوها. أيضاً لم أجد مدرس أو صحفي مرموق خصوصاً في المناطق الجنوبية نوعاً ما حتى نحتذي فيه. كل الصحفيين الآن أغلبهم لا نظلم الكل فاقدين لإثبات الهوية. يرى صالح شندور بأن الإعلام واسع المجال، قوي التأثير، متعدد الوظائف والأهداف، واحدي الرسالة، يطمح كثيرا لتكوين شخصية إعلامية عصرية، ولا يجد في الوطن بيئة ملائمة لهذا الطموح متطلعا لتحقيقه بطريقة مثلى خارج الوطن. بداية ما درسنا الكلية كنا في فضاء الأنا وليس فضاء النحن. الآن خرجنا من فضاء الشخص كأنا كصالح إلى فضاء النحن الجماعة أو التكتلات، فصرنا نعمل في مواقع وفي وسائل إعلامية في اليمن. تلك الوسائل الإعلامية يعني مع صعوبة العيش تحدد عليك الفترة الزمنية للخطة اللي ممكن تضعها. أيضا مجريات الأحداث في اليمن كل ما أهدف إليه الآن هو الحصول على سلم يساعدني في الخروج من اليمن. عندما أخرج من اليمن هناك سأبدأ في دراسة اللغة الإنجليزية في تكوين شخصيتي كإعلامي. على أجمل إيقاعات الوداع أودعكم مشاهدين الكرام في أمان الله.